أعزائي طلبة الثانوية العامة، وعدنا مرة ثالثة وإن شاء الله تكون ليست الأخيرة لكن هي الأخيرة في حلقة اليوم، ويتبقى لنا حلقتين في هذا الجزء من الفصل الأول أو الفصل الأول اللي هو الجي إن إي والمعلومات الوراثية. تعال بقى، بعد ما فرانكلين وضعت فرانكلين هذه الصورة في إحدى المجلات العلمية، و ابتدى واتسون وكريك يصمموا نموذج كما هو واضح بالشكل، وأطلقوا عليه نموذج واتسون وكريك. بس قبل ما هدخل في طريقة التركيب، أنا حابب إن أنا أرسم هذا النموذج اللي بيوضح بشكل مبسط هذا التركيب. فنقول لو اعتبرت إن ده أحد الشريطين، يبقى ده الشريط التاني، يبقى شريطين أهمت بهذا الشكل. يبقى أنا عندي بيلفوا حوالين بعض، كل واحد اسمه هيكل سكر فوسفات. تبرز للداخل مين؟ تبرز للداخل القواعد النيتروجينية. يبقى هنا A، هنا G، هنا C، هنا C، هنا A، هنا T، هنا C، G، A، T. ده على أحد الشريطين. أحط الذي يتكامل معاه بكل سهولة، يبقى هنا T وهنا C وهنا G وهنا G وهنا T. هنا A وهنا G وهنا C وهنا T وهنا A. يبقى أنا عملت الشريطين، بين كل النيوكليوتيدات وبعضها بين القواعد في روابط. تعال نشوف الروابط دي. في ربطتين بين T والA، وفي ثلاثة بين C والG، وكل الروابط هنا بينهم هي روابط هيدروجينية. حدد لي طرفي كل شريط. سهل جدا احدد لك طرفي كل شريط. لو اعتبرت ان ده خمسة شرطة همشي كده واقول ده ثلاثة شرطة. لو ده خمسة يبقى ده ثلاثة لانه متعاكسين، يبقى ده خمسة. كلمة خمسة يعني هنا مجموعة الفوسفات، كلمة ثلاثة يعني هنا مجموعة الاو اتش. هنا خمسة معناها مجموعة الفوسفات، وهنا ثلاثة معناها مجموعة الاو اتش. خدت بالك واللي يهمني ورسمت هذا الشكل بالظبط عشان اقول لك فين اللفة. من اول هنا لغاية هنا دي تعتبر لفة كاملة، بينما من هنا لغاية هنا دي نص لفة. اللفة يعني ايه؟ يعني يلتف كل شيء حول الاخر 360 درجة. طب السؤال، اللفة الكاملة فيها كام نيوكليوتيدة على كل شريط؟ فيها 10 نيوكليوتيدات على كل شريط. يبقى دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى اللفة الكاملة فيها 20 نيوكليوتيدة على كلا شريطي الدي ان ايه، على كلا شريطي الدي ان ايه. يبقى السؤال، انت بتتكلم على شريط ولا بتتكلم على شريطين؟ لو بنتكلم على كل شريط يبقى 10 نيوكليوتيدات، لو بتتكلم على الشريطين معا يبقى 20 نيوكليوتيده. دي اللفه الكامله لجزيء الدي ان ايه. خلي بالك من المعلومات دي اللي ممكن نستخدمها بعد ذلك في التطبيقات دي. واتسون وكريك، دي ان ايه تكون من شريطين، تمام. واتسون وكريك شبهوا جزيء الدي ان ايه بتشبيه السلم. ليه اطلقوا عليه شبه السلم؟ لان شريطي الدي ان ايه يمثلان جانبي السلم، والقواعد النيتروجينيه التي تبرز للداخل والروابط الهيدروجينيه التي تصل بينهما اطلقوا عليها درجات السلم، عشان كده سموه سلم، تمام.
ماشي. تعال نشوف طريقة الارتباط ما بين الصايمين، خلي بالك الصايمين ده ايه؟ الصايمين ده بريميجينات. طب والاجينين بيورينات. الصايمين والاجينين اديته رمز الايه وده اديته رمز التي. صايمين تمام. تعال نشوف ده كم حلقة. حلقة واحدة لانه من البريميجينات. طب وده بقى؟ لا ده حلقتين لانه من البيورينات. عظيم. الرابطة الحمراء دي ايه؟ رابطة هيدروجينية. كم عددها؟ ادي واحد ادي اتنين. رابطتين. متى تحدث الرابطة الهيدروجينية زي ما اتعلمت في الكيمياء؟ لما تقع ذرة الهيدروجين بين ذرتي عاليتين في السالبية. فالأكسجين عالي في السالبية والنيتروجين عالي في السالبية. وهنا الهيدروجين تقع بين ذرتي نيتروجين عاليتين في السالبية. عشان كده نشأت الرابطة الايه؟ الهيدروجينية. كم رابطة هيدروجينية في هذا الشكل؟ رابطتين. يبقى ترتبط الأجينين مع الصايمين برابطتين هيدروجينيتين. تعال نشوف كيف ترتبط السيتوزين بالجوانين. نفس الشكل بترتبط الجوانين، ادي الجوانين ذات الحلقتين لانها بيورينات، مع السيتوزين ذات الحلقة الواحدة لانه بريميجينات. وبنفس الطريقة اللي هشرحها ترتبط الجوانين مع السيتوزين بثلاث روابط هيدروجينية، وبرضو لازم تكون فيها هيدروجين. هيدروجين يقع بين ذرتي عاليتين في السالبية الكهربية هما الأكسجين والنيتروجين، لذا تنشأ الرابطة الهيدروجينية. وتحت بين ذرتي نيتروجين، وتحت بين ذرة نيتروجين وذرة أكسجين. إذا وقعت ذرة الهيدروجين بين ذرتين عاليتين في السالبية الكهربية زي ما اتعلمته في تانية ثانوي تنشأ رابطة هيدروجينية تقدر تتكسر بكل سهولة بالحرارة، وكمان هتتكسر ببعض الإنزيمات اللي هقول عليها. ارتبطت الجوانين من البيورينات مع السيتوزين من البريميجينات بثلاث روابط هيدروجينية. وبالتالي نتيجة ذلك هيكون العرض ايه؟ نتيجة ارتباط قاعدة من البيورينات ذات الحلقتين مع قاعدة دائما من البريميجينات ذات الحلقة الواحدة، فيكون محصلة هذا الاتجاه أو هذا الارتباط ثلاث حلقات فيما بين الشريطين. وبالتالي سيكون عرض جزيئ الدي ان اي ثابت أو قطر جزيئ الدي ان اي ثابت. ثباته يرجع ليه؟ إن دايما هيحدث ارتباط ما بين حلقة من البريميجينات أو يعني اختار أي بقى مركب من البريميجينات ذات الحلقة الواحدة، سواء اخترت الصايمين أو السيتوزين، هيرتبط مع مركب من حلقتين من البيورينات سواء كان الجوانين أو كان الأجينين. هذا العرض هيكون ثابت، وده تفسير ليه جزيئ الـ DNA بيكون قطره أو العرضه أو المسافة بين الشريطين ثابت في طول الجزيئ. اتفقنا ووضحنا على الرسم ان شريطي الدي ان ايه بيكون احدهما معاكس للاخر، يعني واحد 3 الى 5 والتاني بيكون 5 الى 3. واتفقنا ان ليه؟ عشان تصبح القواعد النيتروجينيه للداخل فترتبط ببعضها بروابط هيدروجينيه. طيب كل لفه في جزيئ الدي ان ايه بتتكون من كم نيكلوتيد؟ انا وضحتها 10 نيكلوتيدات على كل شريط. لازم اقول كده، لو قلت 10 نيكلوتيدات قد يعتقد البعض ان 5 هنا و5 هنا، وده خطأ. عشان كده دايما جملتي بتكون كاملة. يتكون اللولب المزدوج او كل لفة في اللولب المزدوج بتاع الدي ان ايه، كل لفة بتتكون من 10 نيكلوتيدات وما سكتش. 10 نيكلوتيدات فين بقى؟ على كل شريط. بيطلق عشان كده على الدي ان ايه مصطلح لولب مزدوج. مزدوج لأنه بيتكون من شريطين، ولولب لأنه بيلتف كل منهما حول الآخر.
شيء طبيعي. لما الأدينين هيرتبط مع الثيمين والجوانين سيرتبط مع السيتوزين، تبقى عدد قواعد البيورينات لابد أن تساوي عدد قواعد البريميجينات. ليه دايما هناك تساوي بين قواعد البيورينات وقواعد البريميجينات؟ لأن كل قاعدة من البيورينات سترتبط مع قاعدة من البريميجينات، فيرتبط الأي من البيورينات مع التي من البريميجينات، ويرتبط الجي من البيورينات مع السي من البريميجينات، وبالتالي دائما عدد نيكلوتيدات الاي تساوي عدد نيكلوتيدات التي، وعدد نيكلوتيدات الجي تساوي عدد نيكلوتيدات السي. بعد ما انتهينا من تركيب جزيء الدي ان اي، عايزين نشوف مع بعض الفيديو ده اللي بيوضح لحد ما كيف يتم هذا التركيب، فاشوفكم كده تستمتعوا مع الشرح اللي احنا شرحناه ونشوف الكلام ده. اللون البرتقاني بيشير الى هيكل السكر والفوسفات، بينما اللون الموف اللي في النص دوت هو بيشير الى القواعد النيتروجينيه. له شكل في الفراغ، مش هقول لك دلوقتي على القواعد النيتروجينيه، وبيقول ان الهيكل بيكون للخارج والقواعد النيتروجينيه بتكون للداخل. واضح الشكل اللي هو بيقول انه مزدوج لانه شريطين، وواضح انه هو اللولب لانه بيلتف كل شريط حول الاخر التفافا حلزونيا. اللفه الواحده زي ما انتم عارفين بتبقى 10 نيكلوتيدات على كل شريط. هنا ده شكل في الفراغ بيوضح سكر فوسفات سكر فوسفات سكر فوسفات، من هنا سميناه هيكل السكر الفوسفات. كم شريط؟ لازم يكونوا شريطين، ولازم تبقى القواعد النيتروجينية بتكون للداخل. الجي ان اي مشحون بشحنة سالبة. الجي ان اي لو انا بشوف كده القاعدة النيتروجينية بتبرز للداخل، وعندنا اربع انواع من القواعد النيتروجينية، هي الاي والجي والسي والتي. الادينين والجوانين من البيورينات، والسيتوزين والثيمين من البريميجينات. في ذات حلقة وفي ذات حلقتين، خلي بالك من الشكل اللي قدامك اللي بيوصف الحلقة والحلقتين. البيورينات حلقتين، احداهما سداسية والاخرى خماسية. اما البريميجينات ذات حلقة واحدة بتتكون من 6 ذرات كربون او سداسية الشكل. السيتوزين بيرتبط مع الجوانين، و الجوانين بيرتبط مع السيتوزين بثلاث روابط هيدروجينية. الشكل قدامك، وادي الاماكن اللي هتنشأ بين الروابط الهيدروجينية اللي هما ثلاث روابط هيدروجينية. ونفس الفكرة، هيرتبط الادينين مع الثيمين، بس المرة دي هتنشأ ربطتين هيدروجينيتين فقط وليس ثلاث روابط هيدروجينية. من هنا كان ازدواج جزيء الدي ان ايه، وبالتالي ايه اهميه الروابط الهيدروجينيه هنا؟ اهميه الروابط الهيدروجينيه بتعمل على ازدواج جزيء الدي ان ايه. تمام؟ طيب انا عايز اخرج من هذا الجزء واستعرض معاكم شويه تطبيقات على جزيء الدي ان ايه، والتطبيقات ديت مهمه جدا لانها بتشوف هل الناس عارفة الشرح ده كويس جدا، المعلومات اللي هي أخدتها ولا لا. تعال نشوف أول تطبيق. التطبيق الأول بيقول إيه؟ بيقول لو أنا عندي دي إن إيه بيتكون من 300 نيكلوتيدة، يبقى يقصد 300 نيكلوتيدة دي لكل شريطي الدي ان اي 300 نيكلوتيدا. تمام. منهم 60 نيكلوتيدة ادينين. احسب عدد نيكلوتيدات الجوانين. هل يرتبط الاي مع الجي؟ الاجابه لا، ما بيرتبطش. طيب تبقى الاجابه ايه؟ نشوف. بما ان عندي 60 نيكلوتيد ادينين يبقى عندي 60 ثيمين، يبقى في 60 ادينين
زائد 60 صايمين، يبقى عدد الادينين والصايمين 120. ال 200 او ال 300 هطرح منهم ال 120، يفضل 180 نيكروتيدا. ال 180 دول اقسمهم على 2 هيطلعوا 90، ودي عدد نيكروتيدات الجوانين الذي يساوي عدد نيكروتيدات السيتوزين. يبقى الجي زي السي، مجموعهم زي بعض، عشان كده قسمت ال 180 على 2. طيب عندي سؤال تاني بيقول المرة دي بالنسبة، إذا كانت نسبة السيتوزين في جزيء دي ان ايه تساوي 28%، نسبة السيتوزين في جزيء دي ان ايه 28%، فما نسبة باقي القواعد النيتروجينية؟ لو كانت 28% سيتوزين الامر سهل. ليه امر هنا سهل جدا؟ اهو اذا كان السيتوزين بيساوي 28% وهي بيرتبط مع الجوانين يبقى برضو 28%، يبقى مجموعهم 56%، من 100% يفضل 44، اقسم على 2 يبقى التي 22% والاي 22%، اجمع دول واجمع دول واجمع كلهم هيطلعوا 100%. يبقى اذا كان السيتوزين 28% فانا قدرت اكتشف الجوانين كام، الصايمين كام، الادينين كام كنسب. ده اسلوب في طريقه المسائل. تعال نروح لتطبيق بشكل اخر. بيقول لك 3 دي ان ايه بيتكون من 600 نيكلوتيدا. دي ان ايه بيتكون من 600 نيكلوتيدا، احسب عدد لفات هذا الجزيء. سهل قوي. دي ان ايه بيتكون من 600 نيكلوتيدا، يبقى 600 دول على كم شريط؟ ال 600 دول على شريطين، يبقى 300 على كل شريط، يبقى يتقسم 300 على 10 يتقسم 600 على 20، يبقى عدد اللفات يساوي 600 على 20 30 لفة. تطبيق آخر رقم 4 بيقول دي ان ايه بيتكون من 15 لفة، احسب عدد النيكلوتيدات، احسب عدد النيكلوتيدات. دي ان ايه بيتكون من 15 لفة، احسب عدد النيكلوتيدات. سهلة جدا جدا. ليه؟ لانه عدد النيكلوتيدات كل لفة فيها 10 على كل شريط، يبقى 15 اضرب في 20 عشان تديني 300 نيكلوتيد. سهلة؟ سهلة. سؤال اخر 5 جيني بيتكون من وليكن 20 لفة، كم تكون عدد نيكلوتيدات البيورينات في هذا الجزيء؟ كم عدد تكون البيورينات؟ الأول هعمل خطوتين. الخطوة الأولى هطلع عدد النيكلوتيدات كلها كام؟ عدد النيكلوتيدات كلها كام؟ هضرب ال 20 لفة في 20 يديني 400 نيكلوتيد. 20 لفة واللفة فيها 20 نيكلوتيدة. طيب عدد البيورينات بقى كام؟ كام بيورينات؟ إذا كانوا 400 وإحنا عندنا قاعدة بتقول إن عدد البيورينات تساوي عدد البيريمدينات، لأن كل قاعدة من البيورينات بترتبط مع البيريمدينات، يبقى 400 على 2 يبقى أنا عندي 200 نيكلوتيدة من نيكلوتيدة من البيورينات. كلام واضح؟ يبقى هنا مجموعة من التطبيقات اللي بتوضح ان انا استفدت من المعلومات وابتدي اطبق الكلام ده بشكل مبسط مش بشكل صعب.
طيب نكمل تاني بالمسألة رقم 6 أو التطبيق رقم 6. في التطبيق رقم 6 بيقول شريط دي ان ايه؟ اهو ده شريط دي ان ايه، والشريط بتاع دي ان ايه ده ابتدى بخمسة وانتهى بثلاثة، وكتبت عليه مجموعة من التتابعات من النيكلوتيدات وليكن A G C T A A G G A T T C C A. تمام؟ المطلوب ايه؟ المطلوب واحد اكتب تتابعات الشريط المقابل. الموضوع سهل، بما ان عندي احد الشريطين اقدر اعمل الشريط الذي يستطيع ان يتكامل معه. اهو هنا خمسة اكتب هنا ثلاثة، هنا ثلاثة اكتب هنا خمسة، وما انساش عشان ما نقص. هنا ايه؟ يبقى تي وسي وجي وإي وتي وتي وسي وسي تي إي إي جي جي تي. الروابط التي تنشأ بينهما كلنا عارفين نوع الروابط. تعالى ربطتين ثلاثة وثلاثة اثنين اثنين اثنين، ودول ثلاثات. خلاص الامر بقى بالنسبة لنا امر سهل جدا جدا. دي الروابط التي نشأت ما بين الشريطين، كتبنا الشريط المقابل، كتبنا تتابعاته. السؤال رقم اثنين، ما نسبة السيتوزين في هذا الجزيء؟ حتة رياضة دي. ما نسبة السيتوزين في هذا الجزيء؟ يبقى تعد كم سيتوزين قدامك، نعدهم على كل شريط. الشريط اللي فوق واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة من السيتوزين. طب هما كام؟ لو أنا ضفت مثلا كمان واحد عشان يبقى الرقم سهل جدا في تعامله، وحطيت هنا تي وحطيت قصاده هنا الاي وعملت بينهم الربطتين اهو خلاص. وانا تعمدت اضيف ده عشان انا محتاجك في الرياضة يعني. ما نسبة السين سيتوزين؟ نعد السيتوزين تاني، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة، يبقى ستة على كام؟ كم عدد هذا الشريط من النيكلوتيدات؟ 15 هنا و15 هنا، يبقى على 30. واضرب في كام؟ في 100. يبقى كم نسبة السي؟ اشيل الصفر ده مع الصفر ده، وبعدين دي واحد دي اتنين، يبقى 20%. يبقى 2 في 10 ب 20%، او نقول 600 على 30 يبقى 20%. يبقى طلعت نسبة السيتوزين. السؤال رقم 3 بيقول 3 ايه؟ عدد اللفات الكاملة. ما عدد اللفات الكاملة لهذا الجزيء؟ هنا بنغلط بقى. ليه؟ ما بنقراش كويس كلمة عدد اللفات الكاملة. فاحنا عندنا عدد اللفات، فنبتدي نعد دول 15 ودول 15، بنشتغل شغل رياضة، يبقوا 30. يروح حاسب الحسبة ازاي؟ يروح حاسب كده، يقول 30 اللفة فيها 20 يبقى لفة ونص، واحد ونص لفة. اللي بيجاوب كده بياخد صفر. ليه اللي بيجاوب واحد ونص
بياخد صفر، لان انا قلت عدد اللفات الايه، اقرا بقى الكامله، هل دي النص ده من ضمن اللفه الكامله؟ لا طبعا. وبالتالي انا ماليش دعوه بالاسم خالص نهائيا، انا ليا بحاجه مهمه قوي. ايه هي؟ عندي كام؟ 20 كاملين، كل 20 بلفه، دول بالظبط 30، يبقى لفه واحده كامله، لفه كامله واحده، ماشي؟ ما عنديش عدد كبير من اللفات هنا. يبقى هنا عندي نوعيه الاسئله بالطريقه ديت. اخر سؤال هحطه اجمع بينه بين حاجتين مع بعض. سؤال بيقول 7 جزيء دي ان ايه بيتكون من وليكن 200 لفة، بيكون من 200 لفة، ويحتوي على 500 نيكلوتيد أدينين. من ضمن اللفات بتوعه في 500 نيكلوتيد أدينين. احسب 1 عدد نيكلوتيدات هذا الجزيء، احسب عدد نيكلوتيدات هذا الجزيء. 2 احسب عدد نيكلوتيدات الجوانين. نبتدي نجاوب على مرحلتين. المرحلة الأولى عدد النيكلوتيدات، بما إنهم 200 لفة فأنا بحسب عدد النيكلوتيدات، بما إنهم 200 لفة وكل لفة فيها 20 نيكلوتيدة، يبقى 0 0 0 4، 4000 نيكلوتيدة، تمام؟ حلو قوي. ال 4000 منهم 500 إيه؟ 500 أدينين، يبقى الأدينين بيساوي 500 زائد الصيمين بيساوي 500 يساوي 1000. 1000 نيكلوتيد أدينين مع صيمين. 1000 أطرح بقى 4000 ناقص 1000 يديني 3000. 3000 دول بتوع مين مع بعض؟ بتوع الجي زائد السي بيساوي 3000، يبقى الجي بيساوي 1500. يبقى انا عندي الجي 1500، السي 1500، التي 500، الاي 500. دي كل التطبيقات في هذا الجزء البسيط من المحاضره بتاعت النهارده. احنا كده قلنا الادله التي تثبت ان الدي ان ايه ماده الوراثه، وقلنا تركيب جزيئ الدي ان ايه. ان شاء الله المحاضره القادمه هنتكلم على تضاعف الدي ان ايه واصلاح عيوبه والفرق بين الدي ان ايه في اوليات النواه وفي حقيقيات النواه. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.